بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني رقم 10، المادة النقية وصفاتها. من الواضح أن المادة النقية لها صفات معينة، فعلى الطالب أن يبين ما هي هذه الصفات، أي صفات المادة السائلة عند تحويلها إلى غاز، والغاز عندما يتحول إلى سائل لا يتغير صفاته، صفاته تبقى ثابتة عكس المواد الخليط مثل النفط أو مشتقات النفط، عندما عملية التبخير لا يمكن ترجيعها إلى نفس المادة عند عملية التبريد. فصفات هذه المادة على الطالب أن يبينها، الصفات من ناحية البي وبي وتي ويو وإتش وإس. موضوع 11، جداول استخدام الماء بأطواره. توجد لدينا جداول لقياس صفات الثرموديناميكية للماء وبخار الماء وبجميع هاي الصفات المثبتة، الصفات الثرموديناميكية وهي بي بي تي ويو اتش اس، لكل طور من هذه الاطوار، طور السائل وجرائد ليكويد وطور حالة الغليان الساتوريتد ليكويد وحالة التبخر ساتوريتد فيبر وحالة الخليط بين البخار والسائل وهو ميكسينج فيبر ليكويد، وطريقة استخدام هذا الجداول. من الواضح ان من الضروري ايجاد المعطيات لإيجاد الصفات. أهم هذه المعطيات أن يجب أن على الطالب معرفة صفتين على الأقل، PV أو PCV، أو استخدم قانون لإيجاد هذه المعطيات وإيجاد المعادلات الخاصة لهذه العملية. فعلى الطالب استخدام طريقة استخدام هذه الجداول، لأن لا يمكن حل أي منظومة من المنظومات الهندسية بدون الاعتماد على جداول الماء أو الغاز. فهذا موضوع جدا مهم، فعلى الطالب أن يلم ويكتب بشكل مفصل. علاقة درجة حرارة المادة النقية مع الضغط. الواضح أن زيادة الضغط تزداد درجة الحرارة، فيبين الطالب ذلك بالمنحنيات، علاقة الضغط بدرجة الحرارة، ويبين ذلك كذلك باستخدامه لجداول الماء ومشتقات الماء. الموضوع 13، استخدام المنحني بي بي. استخدام المنحني بي بي منحني جدا مهم لقياس علاقة الضغط بالحجم بالنسبة للغازات وبالنسبة للسوائل. فعلى الطالب أن يبين ذلك علاقة الحجم بالضغط. أما الموضوع 14، قانون الأول للطاقة، قانون الطاقة قانون طبيعي وواضح بأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن يمكن تحويلها من نوع إلى نوع آخر، ولكن عملية تحويل الطاقة الحرارية إلى شغل يحتاج لها شروط معينة. القانون الأول قانون مهم جدا يعتمد عليه لحساب جميع المنظومات الهندسية، ويسمى بقانون حفظ كمية الطاقة. أما القانون الثاني قانون يخص بقانون نوعية الطاقة، لأن عملية تحويل الطاقة الحرارية إلى شغل المكان الحراري، مثلا المكان الحراري ومكان التبريد ومكان التدفئة، لا يمكن الاعتماد على القانون الأول فقط، قانون حفظ كمية الطاقة، لازم قانون الثاني وقانون نوعية الطاقة. فعلى الطالب أن يبين هذا القانون الأول واستخدامات القانون الأول. هناك منظومات هندسية كثيرة، على الطالب أن يعد كل أو يبين كل نوع من هذه الأنواع
ونوع القانون اللي يستخدم لحساب هذه المنظومة. أما الموضوع الخامس عشر منظومة الإنتاج، من الواضح أن الطاقة لها تأثير على المادة بتغيير درجة الحرارة وبتغيير نوعية المادة، نوعية الحجم. ف كيو يساوي تغيير دلتا يو بلس تغيير الحجم بي في دلتا في. فعملية جمع طاقة التغيير درجة الحرارة وطاقة تغيير الحجم نسميناها الإنثالبية. فمفهوم الإنثالبية ووحدات الإنثالبية ومجالات استخدام الإنثالبية، بعض الطالب يبين ذلك بالتفصيل. أما الموضوع السادس عشر موضوع طاقة الدفع flow energy وطاقة تغيير الحجم. طاقة الدفع flow energy عمليات الجريان السوائل، الجريان المنتظم والجريان الغير منتظم. الفلو انرجي بي في دلتا بي يساوي طاقة ووحداتها هي الكيلو كالوري، و لأن البي الضغط، وحدات ثبتنا وحدات الضغط في وحدات تغيير حجم متر مكعب، راح من الواضح أن المعادلة تستخرج وحدات الطاقة. وعلاقة هاي الطاقة، فكل ما كان تغيير الحجم تغيير أكبر يكون طاقة الدفع أكبر وهكذا، ويبين ذلك بالمعادلة. أما 17 طاقة الوضعية، طاقة تغيير السرعة، تغيير منظومة الجريان. الطاقة الوضعية طاقة وضع المادة عن مستوى سطح الأرض، سميت بالطاقة الوضعية، وهو دلتا يو. الطاقة الوضعية يساوي فرق ارتفاع دلتا زد في الكتلة في التعجيل الأرضي، وتساوي وحدات الطاقة. أما طاقة تغيير السرعة، تغيير ام في دلتا سي 2 تربيع على سي 1 تربيع على 2 أو 2 على 2، على طالب أن يبين طريقة استخدام هذه الطاقة واستنتاج هذه الطاقة ومنظومة الجريان في منظومة الجريان يعني flow process. أما استخدام قانون أول في حل المنظومات الهندسية، قانون أول قانون جدا مهم في حل جميع المنظومات الهندسية. الطالب أن يبين المنظومات الهندسية وخاصة منظومات الفلو بروسيس مثل البويلر، التورباين، الكمبريسر، البومب، كل منظومة من هذه المنظومات لها قانون معين. فطالب يبين هذه القوانين. وقانون الأول قانون حفظ الكتلة وقانون حفظ الطاقة يشرحها بالتفصيل. أما القانون الثاني قانون حفظ الطاقة واستخداماتها، يبين الطالب منظومة السايكو، المنظومة المغلقة، المنظومة الدورية بالنسبة للمكان الحراري ومكان التبريد ومكان التدفئة. فالقانون الثاني يستخدم في هذا المجال. ومن القانون من هذا القانون استخرجنا قانون الإنتروبي. بمعنى معنى الإنتروبي استخدام الإنتروبي وقوانين الإنتروبي. موضوع مهم جدا، بعض الطلبة نكتب منه بشكل موجز عن هذا الموضوع. أما موضوع الـ20 موضوع علاقة الـ P الـ CP و CV K R، هناك علاقة يمكن استخراجها بقوانين ومفهوم الـ CP، وحدات الـ CP ووحدات الـ CV و K و R، واستخراج الـ CV بدلالة هذه العوامل. فمثلا CV يساوي الطاقة لها تأثير على المادة بدرجات الحرارة عند ثبوت الحجم، و Q يساوي CV في دلتا T في M. أما تأثير الطاقة على المادة في تغيير الضغط، الحجم متغير،
الطاقة راح تغير من الحجم، تغير من درجة الحرارة وتغير من الحجم، فتكون كيو يساوي سي بي في دلتا تي في ام في لكل سي بي تكون أكبر من سي في. فاستخراج هذه الوحدات هناك في محاضراتنا السابقة يمكن أن نستخرج كل وحدة من هذه الوحدات. الجريان المستقر، جريان flow process، الجريان المستقر بالنسبة لكثير من المنظومات الهندسية عندما يكون الطاقة طاقة الدخول يساوي طاقة الخروج، وكمية المادة الداخلة يساوي كمية المادة الخارجية، وهناك وحدات هندسية متعددة أطالب أن يبين هذه الوحدات بالتقرير. أما الجريان الغير مستقر، جريان عندما يكون الطاقة الداخلة لا تساوي الطاقة الخارجية، وبالنسبة للخزانات ذات صمام دخول واحد أو خزانات ذات صمام خروج واحد أو دخول واحد، بتكون كمية الطاقة الداخلة للخزان لا تساوي الطاقة الخارجية للخزان، فتكون قانون الطاقة لهذه المنظومة تختلف عن منظومة الجريان المستقر. ولا أهمية في مجالات كثيرة، فيمكن على الطالب أن يبين ذلك. قانون كلاوسز المنظومات المغلقة، كلاوسز المنظومات المغلقة بالنسبة للمنظومات الدورية سايكو، وهو لقد وضع قانون مهم جدا ليبين عمل هذه المنظومات. لقد لاحظ كلاوسز بأن الانتروبيا لهذه المنظومة تزداد، أو عملية توليد الانتروبيا، فدلتا اس دخول للمنظومة لا تساوي منظومة دلتا اس الخروج من المنظومة. المنظومة المغلقة الدورية لا يمكن أن تعمل إلا بهذا القانون، منظومة التبريد، منظومة التدفئة، منظومة المكان الحرارية، الدلتا اس دخول للمنظومة تكون أقل من دلتا اس الخروج، أي المادة أثناء عملية تتغير الانتروبيا، تزداد الانتروبيا، تزداد الفوضى في جزيئات هذه المادة. وعلى الطالب أن يبين ذلك بالتفصيل. أما موضوع 14 طريقة تحويل الطاقة الحرارية من درجة حرارة واطية إلى درجة حرارة عالية، منظومة التدفئة والتبريد، منظومة كلاوسز، الطاقة الحرارية لا يمكن تحويلها من درجة حرارة واطية إلى درجة حرارة عالية إلا بوجود هيت بومب. وعلى الطالب أن يبين ذلك بالتفصيل. عملية تحويل الطاقة الحرارية من درجة حرارة واطية إلى درجة حرارة عالية والمعادلات ذلك المستخدمة في عملية التدفئة وعملية التبريد. أما الطاقة المرئية والطاقة الغير مرئية، الطاقة ميكروسكوبك وميكروسكوبك، الطاقة المرئية مثل الطاقة الحركية والطاقة الغير مرئية الطاقة الحرارية، طاقة حركة جزيئات المادة. فيبين الطالب ما هي مثل الأمثلة على الطاقة المرئية والطاقة الغير مرئية والاستخدامات كل منهما. الموضوع 16 خطوات عملية لحل المنظومات الهندسية. أي منظومة هندسية يمكن حلها هناك بشروط بعوامل. فأهم الخطوات العملية لحل أي منظومة أو أي سؤال، وأن أولا أن وضع رسم تخطيطي لهذه المنظومة، فهم المنظومة هل هي المنظومة مغلقة أو منظومة مفتوحة flow process closed system أو منظومة دورية، ووضع القوانين، يجب أن الطالب أن يفهم القوانين لكل نوع من هذه أنواع المنظومة. ف state number one الحالة الأولى، ويبين صفات الثيرموديناميكية المعطاة لهذه الحالة، و state number two أو الحالة الثانية
الصفات الموجودة في السؤال، والشروط لحل هذه العملية أن يجب أن معرفة الصفتين على الأقل، مثلا درجة حرارة وضغط، درجة حرارة وحجم وهكذا. الخطوات العملية مهمة جدا لحل أي سؤال من هذه المنظومات الهندسية. الغازات الحقيقية والغازات المثالية، عرفنا من الغازات المثالية أكو يوجد قانون عام غاز مثالي، و بي في على تي يساوي ار. أما الغازات الحقيقية فيمكن إيجادها عن طريق الجداول، علاقة درجة الحرارة بجميع الصفات الثرموديناميكية للغازات، ويوجد عندنا كيرف لقياس معامل الانضغاط الذي يعتمد على الحرارة الكريتيكال والضغط الكريتيكال لكل نوع من هذه أنواع الغازات. لهذا السبب الغاز يجب معرفة درجة الحرارة الكريتيكال والضغط الكريتيكال، و لأجل حل هذه المعضلة. طريقة استخدام جداول الغاز والماء. لدينا جداول الغاز، علاقة الغاز بالصفات الثيرموديناميكية، هو الحجم الـ V reduce أو النسبي، و T علاقته بالضغط الريدوس أو الضغط النسبي، وهو علاقة الحرارة بكمية الحرارة والثيرمية والإنتروبي والأس. يجب على الطالب شرح ذلك بالتفصيل، وكذلك جداول المائية، علاقة النوع الماء، إن كان ماء تحت ضغط عالي أو ماء في حالة غليان أو ما فوق درجة حرارة الغليان. توجد جداول لهذه الموضوع. فبشكل مختصر وضع أمثلة أو وضع حلول اللازمة، ووضع لكل نوع مثال يبين ذلك. طريقة 29، طريقة إيجاد صفات المادة باستخدام الوسط الحسابي. أحيانا الجداول لا توجد وحدات أو أرقام تساعدنا لحل المعضلة أو لحل السؤال، فعند ذلك يمكن استخدام النسبة والتناسب أو linear interpolation، علاقة مثلا علاقة صفات اثنين حسب الموجود بالجدول، وثم تسقيط الرقم الموجود أو المجهول على هذا الكير بعد معرفة زاوية الانحناء تانجنس لهذا الكير، ويمكن حل لأي صفة من هذه الصفات باستخدام linear interpolation. ويوجد محاضرة كاملة عن استخدام linear interpolation في من ضمن محاضراتنا الموجودة في بين أيديكم. موضوع الـ30، إيجاد معادلة الطاقة الحركية باستخدام تجربة السبرينج. التجربة السبرينج تجربة بسيطة جدا، يمكن نستنبط منها الطاقة الحركية أي مادة من علاقة X بواي، ويمكن استخدام هاي المعادلة السبرينج لتسقيطها كمعادلة الطاقة الحركية. يوجد محاضرة لديكم باستخدام تجربة السبرينج بشكل مفصل، ويمكن من عندها استخراج معادلة الطاقة الحركية. موضوع 32، الانتروبي الكابسات والانتروبي التوربينات وخزان التبريد. الكابسات والتوربينات واضح من الرسم المخطط الـ PV، لأن الانتروبي يزداد عند عمل أي نوع من أنواع الكابسة أو كان التوربين. بالرغم من أن الكيو يساوي صفر، ولكن الانتروبي تزداد. من الواضح أن عمل أي كابسة أو عمل أي توربين فإن هناك زيادة في درجة الحرارة، عملية ناتجة من احتكاك جزيئات المادة مع بعضها، أو احتكاك
المادة مع سطح المعدن، فإيجاد هذه الزيادة عن طريق الكير والبي بي. أما خزان التبريد، خزان الوحيد اللي فيه ينقص الإنتروبي دلتا اس، عكس خزان التسخين اي دلتا اس في حالة تكون موجبة. الكابسات الترددية باستخدام منحنى البي بي، توجد لديكم محاضرة عن الكابسات الترددية وطريقة عملها، فيمكن شرح العمل الكابسة الترددية بالمنحنى البي بي وشرح فصل عن هذا المنحنى، لأن الكابسة الترددية كابسة تستخدم في نطاق واسع جدا ومهمة جدا، ولهذا السبب على الطالب أن يكتب تقرير مفصل عن استخدام وطريقة إيجاد الشغل الكابسة باستخدام البي بي. عندنا أجهزة الاقتناق ثروتنك سيستم، موضوع 34. الثروتنك سيستم يستخدم في مجال جدا واسع في علم الثرموديناميك وفي المكان التبريد والتدفئة. والثروتنك سيستم عند استخدام القانون الأول يكون الدلتا دلتا اتش واحد يساوي دلتا اتش اثنين، ومنها نستخرج المجهول أو درجة الحرارة. فمن الواضح أن هذا الجهاز يستخدم لعمليات التبريد، فأطالب المستخدم وأجهزة الاحتناق وشرح العملية ومجالات استخدام أجهزة الاحتناق في عمليات التبريد وعمليات حساب الكمية المادة خلال أو سرعة المادة بالأنابيب. العازلات الغازية، عازلات رقم 35، الغاز سبريتر، عازلات تستخدم لتقليل الضغط، و لأن الواضح أن الغاز الغازات الخارجة من النقل الخام تكون غازات فيها محتوى سائل ونهاية سواء لها أضرار كبيرة أثناء عملية الجريان في داخل الأنابيب، ومنها الهامر أو الضربات المفاجئة عند عملية عند خلق الصمامات بسبب عملية التكاثف. وعزلات الغازية عزلات تستخدم لفصل السوائل عن الغازات، فعلى الطالب أن يرسم أنواع العزلات الغازية، منها العزلات الأفقية والعزلات العمودية والعزلات المائلة، وطريقة استخدام كل نوع من هذه الأنواع ومجال استخداماته. فموضوع مهم جدا في جميع المجالات الهندسية تستخدم هذه العزلات. رقم 36، النوزل والديفيوزر. واضح النوزل والديفيوزر عملية لزيادة السرعة وتطبيق القانون الثيرموديناميك، القانون الأول على جهاز النوزل لإيجاد سرعة الغازات الخارجة من هذا الجهاز، ولها فوائد كثيرة وخاصة في عمل محركات الطائرة. والتوربين، عمل التوربين، عمل التوربين. فالطالب أن يبين يوضح شغل النوزل والديفيوزر وتغيير السرعة في هذه المنظومة. أما رقم 37، درجة وميض، درجة الاحتراق. الوميض الفلاش بوينت مهم جدا وخاصة في المنتجات النفطية، ودرجة يكون فيها خليط السائل مع الأكسجين بوجود الحرارة، درجة وميض أو احتراق بفترة قصيرة جدا. فدرس وميض يبين على طالب الميض يبين أنواع الأجهزة المستخدمة لحساب درس وميض، منها الفلاش بوينت كلوز سيستم وفلاش بوينت اوبن سيستم،
ومهم جدا معرفة دارسومير لأجل التفاني من عملية الاحتراق المفاجئ في الخزانات النفطية وأثناء العمل للصناعات البتروكيماوية. أما درس الاحتراق درجة تكون بعد درس الومير المادة تحترق بشكل مستمر، فتكون درجة حرارة الاحتراق عادة أكثر من درجة حرارة الومير. معرفة الومير هي عملية كأولية للحفاظ على المنتوج من عملية الاحتراق المفاجئ. الصفات العامة، أما الصفات العامة لمكان الاحتراق، مكان الاحتراق تعمل بشروط معينة، ووجود لابد من وجود خزانين على الأقل، خزان درجة حرارة عالية وخزان للتبريد. لا يمكن تحويل الطاقة الحرارية إلى شغل بسنجل هيت ريزرفوار، يعني بوجود خزان واحد للطاقة الحرارية. لابد أن هناك خزانين على الأقل، خزان تسخين وخزان تبريد. فعلى الطالب أن يبين ذلك بشكل مفصل عن المكان الحراري بشكل عام، جميع المكان الحرارية وكيفية أسباب عدم إمكانية صنع مكان حرارية بخزان واحد. أما رقم 39 الصفات العامة لمكان التبريد، عملية تحويل الطاقة الحرارية من درجة حرارة واطية إلى درجة حرارة عالية لابد وجود هيت بومب، وهذه المكان مهمة جدا لحساب أو شغل المكان الحرارية بجميع المكان التبريد بجميع أنواعها، ومنها المكان منها الثلاجات. على الطالب أن يبين ذلك بالتفصيل بالشرح وبالصورة. أما رقم 40 ماكينة الاحتراق الكارتون كارنوت سايكل، مهم جدا. الماكينة الأولى لتحويل الطاقة الحرارية إلى شغل بثبوت درجة حرارة خزان التسخين، يعني درجة حرارة الدخول يساوي درجة حرارة الخروج، وكذلك خزان التبريد، خزان الدخول يساوي خزان الخروج. استخدم كارنوت المواد الغازية وكذلك مادة الماء وبخار الماء، يعني المادتين استخدمها في طريقة استخدامها وإيجاد معادلة الترموفيشنسي يساوي 1 ناقصا كيلو على تي هاي. استخراج هذه المعادلة وأهمية المكان الحرارية بشكل بصورتها الآتية البروسيس، وسبب هذه المكان الحرارية أن تكون فيها الخزانين على الأقل، خزان التبريد وخزان التسخين. أما الأنبوب، موضوعنا الأخير الأنابيب الغازية والسوائل. عادة تستخدم أنابيب لنقل الغازات والسوائل من موقع المنتج إلى موقع المستهلك. أنواع هذه الأنابيب، علاقة هذه الأنابيب بصفات المادة، بسرعة المادة، تأثير قطر الأنابيب مع سرعة المادة، وبالنسبة للمادة كان مادة غازية أو مادة سائلة. بشكل مختصر يمكن على الطالب أن يبين ذلك بالتقرير القادم. ملاحظات عامة، توجد ملاحظات مهمة جدا على الطالب أن يلاحظها أثناء عملية كتابة التقرير. مع الشكر الجزيل.